أوكرانيا، حيث وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي المعارك الدائرة شرقي البلاد بالصعبة جدا، مشددا على أن مستقبل أوكرانيا مرتبط بالنتائج على ساحات القتال هناك. الوضع صعب جدا في الشرق، مؤلم جدا، يجب علينا تدمير القوة العسكرية للعدو وسندمرها. المعارك في مارينكا وأفديفكا وباخموت وجميع الأماكن الأخرى سترسم مستقبلنا الذي يناضل من أجله جميع الأوكرانيين. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي على الرغم من الخسائر الكبيرة يواصل عملياته الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا وشختار. ذكر البيان أن الجيش الأوكراني صد خلال الساعات الماضية نحو 100 هجوم للقوات الروسية في تلك المحاور. إلى ذلك قال قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الوضع حول باخموت لا يزال صعب، لكن القوات الأوكرانية تصد كل المحاولات الروسية للاستيلاء على المدينة. معنا من كييف مراسلنا إياد ستيتية. إياد، أهلا بك. في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني التي وصف الأمور عند باخموت تحديدا بالصعبة، وأن حتى كما قال مستقبل أوكرانيا مرتبط بالنتائج، الوضع الميداني كيف هو في باخموت تحديدا وأيضا في باقي المحاور؟ نعم أحمد، مرحبا. لعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اختصر الوضع واختزل وصف الوضع في الميدان وخاصة في الجبهة الشرقية بالصعب والمؤلم. حول المستجدات الميدانية كان بيان الأركان العامة الأوكرانية الصادر صباح اليوم، ذكر بأن القوات الروسية لا تزال تكرر محاولاتها في الهجومية على العديد من هذه المحاور في الجبهة الشرقية، وخاصة هنا المحور الأبرز هو محور باخموت. هذا المحور الذي يشهد منذ فترة طويلة قتالا ضاريا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. البيان الأوكراني كان قد أكد على صد القوات الأوكرانية لعشرات الهجمات على هذا المحور، لا سيما في الجهات الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من هذه المدينة، وأيضا في الجهة الجنوبية لا سيما بلدة إيفانوفسكي، هذه البلدة التي تقع مباشرة على الطريق أو الممر البري الوحيد لإمدادات القوات الأوكرانية في داخل هذه المدينة. أيضا كان هناك حديث من البيان على أن القوات الأوكرانية لا تزال تحافظ على مواقعها الدفاعية على الرغم من المحاولات العديدة من القوات الروسية لاقتحام الخطوط الدفاعية في داخل في وسط هذه المدينة بعدما استولت على الأجزاء على معظم الأجزاء الشرقية في هذا المحور. يعني الجانب الأوكراني هو الآن موجود في الجهة الغربية من مدينة باخموت، وهو يحكم من سيطرة نارية على يعني في من الدبابات والمدفعية على مواقع القوات الروسية أو على القوات الروسية المهاجمة المتقدمة نحو الأجزاء الغربية. وسط المدينة هو مدمر بالكامل، تحاول القوات الروسية. إياد، عذرا على المقاطعة، هل هذه التصريحات يعني نوعا ما تمهد لسقوط المدينة؟ أحمد، هنا الجانب الأوكراني يعني لا يزال يتشبث بالدفاع عن المدينة، وهذا أيضا جاء على لسان العديد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين لا سيما قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، الذي أكد بأن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة داخل المدينة، وهي يعني هدفها أو مهمتها الرئيسية الآن هي استنزاف القدرات العسكرية الروسية، وأيضا يعني إلحاق أكبر قدر من الخسائر في القوات الروسية، وذلك ربما لحين أن تأتي التعزيزات الروسية عفوا التعزيزات الأوكرانية إلى هذا المحور، وربما للصمود في هذه المدينة لمدة شهرين لحين أن تقوم القوات الأوكرانية بشن الهجوم المضاد الذي أعلن عنه العديد من المسؤولين الأوكرانيين لا سيما مستشار الرئاسة الأوكرانية. إذن هذه المدينة بالنسبة للجانب الأوكراني كونها تعد
قد ما يعني مدينة أو هي مدينة رمزية للنضال والصمود للقوات الأوكرانية في هذه المدينة تحديدا، لكن يعني لا يعرف ما إذا كانت هذه المدينة ستصمد طويلا في مقابل أو في مواجهة التقدم الروسي، خاصة وأن روسيا الآن أيضا كما ذكر البيان تستخدم تعزيزات ووحدات إضافية في العديد من المحاور، منها أيضا محور باخموت. كان اليوم حديث لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لمقاطعة لوهانسك الأوكراني سيرهي هيدار، الذي قال بأن هناك أيضا معارك شرسة وضارية تجري على محور سباتافا كريمينايا إلى الشمال من هذه المقاطعة، وقال أن الطيران الروسي إضافة إلى المدفعية والدبابات تقوم بقصف المواقع الأوكرانية في هذه المنطقة محاولة التقدم، لكنه قال بأن القوات الأوكرانية لا تزال تصد، وهي يعني الوضع هناك وصفه بأنه تحت السيطرة. وأيضا ذكر بأن يتم مواصلة العمليات الهجومية الروسية على عدة محاور. شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا إياد.